قرية الهور الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب مقاطعة نام عاصمة ولاية الحوض الشرقي، يقول سكانها إن تاريخ تأسيسها يعود إلى سنة 1984. تواجه القرية كما هو الحال بالنسبة لبعض القرى في الداخل الموريتاني مشاكل جمع، في مقدمتها الماء والشرب، حيث يعتمد الساكنة على آبار تقليدية ويستعملون طرقا بدائية في جلب المياه استخراجها، فضعف الإمكانيات وصعوبة استخراج مياه الشرب وملوحتها ونضوب الآبار تحديات تواجههم. حاسي معروف جيد من جهود حصيان الحوض، وكان في ذاك البير الساحلي حاسيهم القديم وطاح، وفي عهد ما هو بعيد يشهروا ذاك لاصو، ومن عقب وصولنا هون للبقعة بسنين جاتنا هيت والخي عدلت لنا الحفر ذا، هو عدنا ندير عليه الصون يشيلوا له الصون دجات ونتكلفوا فيهم ياسر من المال، ولا كل وقت نشروهم. هو بعد جزاه الله خيرا دارين عليهم اللي راسي شديد يا غير فاتاك الراس، عدنا نتكلفوا عقبه ونشروه، وجاتنا الشركة عدلت لنا هاي ورك الحفر اللي شفتوا له هو، واليوم صيفته له هي. المياه أرى شوف، كان عندنا ذي الطاقة اللي هي إلا أربع لوحات، ولا هي قبال حقتنا ممكتنا غير بعض الله من الساعة اللي خسرونا الصندجات وكلفونا ياسر من المال، عشتنا ودلنا هاي الوركة الواحد ثلاثة، ولا مخلطينا مع الشرام ما لنا شاربين، ولا كل وقت يتوقفوا غير إلا أربعة. ها سمعت لباس. ويقول السكان إن منطقتهم تعتبر زراعية بحكم الخصائص الجغرافية التي تتمتع بها، وكانت الزراعة تشكل في السابق مصدر رزق للساكنة، بيد أن ضعف التساقطات المطرية خلال الموسم الحالي وشح الموارد الذاتية للسكان وغياب الدعم الحكومي عراقيل تقف عائقا أمامهم. هذا ما سمعت الزراعة هي اللي ملاهي جدا يتخطى بها محالة. هاي ما سمعت نختي يقول ما يتوفر لنا، ونختي يقول السدود تعدل لنا. هاي ما سمعت هاي في حالتهم خلقوا، هو الانسان حصل على هو مدى حصلت على حياته. هاي ما سمعت حالتهم ناقص من الزراعه وحالتهم ناقص من الماء. يتطلع الساكنة إلى أن تذلل الحكومة الموريتانية مختلف التحديات التي تواجههم، خصوصا منها ما يتعلق بالجانب التنموي، ويبدون قلقهم مما يقولون إنه موسم جفاف غادت بوادره تلوح في الأفق، ويطالبونها باتخاذ خطط وبرامج ناجعة لمجابهة الجفاف.